منهم أطفال ونساء وكبار في السن. نعم الغارات استهدفت منازل المدنيين في مدينة دوما. الأمس كان هناك مجزرة في المدينة تعرضت إلى 10 غارات جوية من الطيران الحربي، بالإضافة إلى ذلك فإن عدد الشهداء بلغ بالأمس 10 شهداء، والجرحى بلغوا 54 جريح حسب إعلانات المكتب الطبي الموحد في نعم مدينة دوما. أيضا الغوطة الشرقية بالكامل، مدن وبلدات الغوطة تعرضت أيضا للقصف بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة. بالأمس غارات أخرى على بلدة عربين نعم وبلدة دير العصافير، اليوم أيضا عدة غارات جوية على محيط الغوطة الشرقية. نعم أود التوقف قليلا عند دوما حسان لو سمحت، لماذا هذا القصف والاستهداف لمدينة دوما ب10 غارات في يوم واحد؟ لا أجد تبرير إلى لسبب القصف، نعم سوى أن القاتل أو الجاني ليس لدي، يعني لا يحتاج إلى تبرير كي يقوم بقصف المدنيين. النظام من أول يوم بالثورة يقوم بقتل الأهالي، يقوم باستهداف مجمعات الأهالي، سواء حينما بدأ بإطلاق القذائف الهاون على المدن والبلدات، بالإضافة إلى ذلك حينما بدأ باستخدام الدبابات، حينما بدأ باستخدام الطائرات. النظام يقوم باستغلال أي سلاح متوفر بين يديه ليقوم بقتل المدنيين وقتل من يعتبرهم معارضين لنظام حكمه. لذلك النظام يقوم باستهداف المدنيين، وحسب زعمه أنه يقوم باستهداف مقرات للمسلحين، إلا أن هذه الغارات جميعها يعني تستهدف منازل للمدنيين في الغوطة الشرقية. نعم جميع الضحايا هم المدنيين والأطفال. السيد حسان تقي الدين، النشط الإعلامي من دمشق، شكرا لك.